أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم أكد على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين مصر والعراق. وخلال مؤتمر صحفي شدد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم على أن مصر تعد الركيزة الأساسية والمهمة في العمل العربي المشترك. لا شك أن شقيقة مصر تمثل الشقيق الأكبر للعرب والركيزة المهمة في منظومة العمل العربي المشترك. ما تمثله مصر من بعد حضاري وتاريخي ومن كتلة بشرية كبيرة وعلاقات تاريخية مع العراق تمثل ثنائي مهم في إطار العمل العربي المشترك. عبرت في لقائي مع سيادة رئيس الجمهورية الرئيس السيسي وقلت لسيادته أن العراق يمثل درع الأمة كونه يقع في أقصى الشرق العربي، والشقيقة مصر هي رمح الأمة لما تمثله من رمزية كبيرة ومن موقع استراتيجي في الحد الرابط والواسط بين يعني آسيا وأفريقيا. لذلك الدرع والرمح يتكاملان مع بعضهم لتوفير مصالح الأمة وحماية وصيانة حقوقها بشكل واضح.